صباح الخير يا باشا. في ايه؟ محلات هشام تقدم افطار مكون من كل العناصر الغذائيه، صحي وطازج. صنعت لي وحياه عينيا. اتفضل كل يا حضره الضابط اشرف. الواد ما بيتكلمش. مين الضابط اشرف؟ اذا كنت جعان قول الست والدتك ما تدلعش. قولوا ما تتكسفش يا حضرة الضابط أشرف. حالا وظفته وسميته أشرف هشام، اسم فيه عظمة ليا وليه. وضروري هطلعه ظابط تاني. الظباط هم اللي بيحكموا العالم امبارح والنهارده وبكره وفي كل زمان ومكان. لو سمحت يا مدام تاكلي كويس عشان حضرة الضابط يطلع من الغز واتجامل. ها أهلا. كان نفسنا يا فندم ليلة امبارح نقعد مع سعادتك. معلش أصل جاي شغل مستعجل. طبعا طبعا احنا مقدرين مسؤولياتك، ده أمن البلد كله في إيديكم، ربنا يكون في عونكم. شكرا. اتفضل يا فندم. أنا ليا رجاء عند سعادتك. خير. حضرتك ممكن تعرف إن عندي مزرعة دواجن ومخصص ليا حصة في العلف، وحضرتك بقى عارف الإجراءات الروتينية، يعني عقبال ما يصرفوا العلف تكون الفراخ ماتت من الجوع. كل ما أطلبه من سعادتك إنك تساعدني في صرف الحصة بسرعة. أنا ماشي تمام، كله قانوني، إنما هي مسألة الوقت بس. سعادتك في المذكرة دي تليفون صغير من سعادتك للمختص، هتحل المسألة على طول. هحاول هحاول. صباح الخير يا صاحبي. في حاجة؟ لا ولا حاجة. صباح الخير يا سعادة البيت، تحت أمرك. حسابك كام؟ خلي يا سعادة البيت كفاية هلت سيادتك علينا. كام؟ 2 جنيه ونص سعر الجملة. أنا عندي شوية موز مغربي نمرة واحد ما يستاهلوش غير البهوات اللي زيك. احجز لك كام كيلو بعدين؟ انا بعتك ابراهيم. طيب يا سعاده البيت، مع السلامه يا بيه. مش ملاحظ حاجه؟ الاكل لذيذ جدا. انا ما بتكلمش عن الاكل. فستاني شيك قوي. الفستان ده لبسته 100 مره قبل كده. ما بتتكلم عن ايه؟ بص حواليك شويه. بعدين يا منى، هتقول النهار في تحقيقات واستجوابات مع ناس، الكلب مش عاوزه تعترف، يعني دماغي بتغلي. خلاص خلاص. ما تزعليش مني، انا اصلي مرهق شويه. قولي بقى كنت بتتكلم عن ايه؟ ابدا، كنت عايزه اخد رايك في الورد اللي اشتريته النهارده. ورد؟ على فكرة أبو كمال البواب ساب لك الجواب ده، قعد يكلمني عن ابن أخته اللي خلص تجميل ومش لاقي شغل، وكان نفسه إنك تساعده، ولما معرفش يكلمك كتب لك الطلب ده. ليه كده؟ هو فاكرني إيه؟ سمسار أنفار ولا فاتح مكتب لتشغيل العطلية؟ حرام عليك، هقول له إيه دلوقتي؟ ده مستني إنك تساعده. خليه قاعد يستنى. وصام في دور ايه في الدنيا غير انه يقعد يستنى؟ Thank you.
شهد الرئيس أنور السادات الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنة المركزية ومجلس الشعب بقاعة اللجنة المركزية بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. حضر الاجتماع السيد حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية، والمهندس سيد مراي رئيس مجلس الشعب، والسيد ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء. وقد قبل الرئيس بعاصفة من التصفيق المتواصل لدى وصوله. وحيا رئيس السادات في خطابه. لما تحب تفسحني تبقى سألني عايز اروح فين ومع مين. بطل صوتك بلاش فضايح. من يوم ما اتجوزنا وانا بقول لك نفسي احضر حفله لعبد الحليم. تقوم تجيبني السينما ومع الست اللي ما بتنزليش من زور دي. معلش يا حبيبي ده شغل. شغل تاني؟ كان لازم اقابل العميد يسر النهارده. وانا انت مراتي حبيبتي. ولكنها لم تصل ابدا. واوضح الرئيس ان الاتحاد السوفيتي يمارس الان يا بيه كنت نام ولا ايه؟ قول لي وصلتوا ليه في التحقيقات مع الواد جابر؟ يعني ايه مش عايز اعترف؟ الواد ده هيضيع وقتنا ولا ايه؟ اسمع يا بيه انا كنت دلوقتي في الوزاره وعندي تعليمات انك تروح تقابل فاروق شعبان. هشام حبيب السلطه هشام تروح له وتتفق معاه على كل التفاصيل وتخليه مستعد للشهاده. تتفق معاه نبيل على هشام نشافهم في مضيف محطة مصر الساعة 7 الصبح وبيسلموا بعض المنشورات. انت فاهم الباقي بقى؟ هشام شوفك بكرة الصبح، مع السلامة. هشام هشام في ايه؟ عندي نزيف.